الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا. الحمد لله أحق من عبد وأكرم من سئل وأجود من أعطى وأرأف من ملك. لا يطاع إلا بعلمه، لا يطاع إلا بإذنه، ولا يعصى إلا بعلمه. يطاع فيشكر ويعصى فيغفر. القلوب إليه مفضية والسر أمامه علانية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله أعلم. فكرر علي السؤال فقلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. فضرب بيده في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك العلم أبا المنذر، والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تسبح الملك عند ساق العرش. وقال عليه الصلاة والسلام: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. هذه الآية العظيمة بدأت بتوحيد الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا معبود بحق إلا الله. والعبادة هي كمال الذل وكمال الحب والتعظيم لله جل وعلا. فالله هو الذي خلق وهو الذي رزق، وفضله سبحانه وتعالى على كل مخلوق في إيجاده وفي إمداده وفي إعداده، إيجاد من العدم ثم الإمداد، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهداية والإرشاد. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. كل مخلوق الله جل وعلا خلقه من عدم، فالله هو الخالق والله هو الرازق، وهو وحده المستحق للعبادة، كما في الحديث القدسي ربنا جل وعلا يقول: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. هل هناك أحد يغفر الذنوب إلا الله؟ هل من خالق غير الله تبارك وتعالى يرزقنا ويطعمنا ويسقينا، وإذا مرضنا فهو يشفينا؟ الكل بيد الله وحده، فهو وحده المستحق للعبادة. الدعاء، الصلاة، قل ما شئت أي لون من ألوان العبادة، لا يعبد إلا الله جل وعلا. الحي القيوم حياة خاصة لم يسبقها عدم ولا يأتي عليها زوال ولا يعتريها نقص. القيوم القائم على كل نفس سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هي بدايات النوم، والنوم هو المستغرق الثقيل. فربنا جل وعلا حي قيوم لا يغفل ولا ينام، كما جاء في حديث مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه. فالله قائم على كل نفس لا تأخذه لا سنة ولا نوم. فهذه رسالة تطمين من المعبود للعبد، أن اطمئن أن الله لا يغفل ولا ينام، قائم على كل نفس سبحانه وتعالى، لا تأخذه سنة ولا نوم. وأكد هذا له ما في السماوات وما في الأرض: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إيه هي الشفاعة؟ الشفاعة هي التوسط لدى الغير
لجلب منفعة أو دفع مضرة. والشفاعة لا تكون يوم القيامة إلا بثلاثة شروط: أن يأذن الشافع، أن يأذن الله عز وجل للشافع، هذه الأولى. الثانية أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن المشفوع، وأن يأذن الله جل وعلا للشافع، أن يرضى الله عن الشافع وأن يرضى عن المشفوع له وأن يأذن. وهذه الآية دليل في المسألة: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الله سبحانه وتعالى لا يأذن لأي أحد بالشفاعة. طبعا الشفاعة للنبي عليه الصلاة والسلام لها صور متعددة، منها سبع شفاعات جاء بها الكتاب والسنة. أول شفاعة من شفاعات النبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة الكبرى يوم القيامة لبدء الحساب. الخلق جميعا في الزحام مع شدة الحر واقتراب الشمس من الرؤوس، في الحديث الطويل يذهبون لآدم يقول اذهبوا إلى نوح إلى كذا، حتى يأتي للنبي عليه السلام، قال فأسجد بين يدي الله فيفتح الله علي بمحامد لم يفتح علي قبل بها. فالله تعالى يقول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. دي الشفاعة الأولى اسمها الشفاعة الكبرى لجميع البشرية وجميع الخلق، الأنبياء والرسل والأقوام، لبدء الحساب. الشفاعة الثانية لبعض من أمته قد وجبت لهم النار فيشفع حتى لا يدخلوها. والشفاعة الثالثة لبعض من دخلوا هذه النار أن يخرجهم الله تعالى منها. الشفاعة الرابعة لبعض من دخلوا النار بسبب الكبائر فيشفع أن يخفف الله تبارك وتعالى عنهم. الشفاعة الخامسة لبعض أمته أن يدخلوا الجنة بغير حساب. والشفاعة السادسة من دخلوا الجنة من أمته يشفع ليزيد الله في درجاتهم في الجنة. والشفاعة السابعة قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع عند الله تعالى حتى يتجاوز عنهم فيدخلهم الجنة برحمته. هذا ما وقفنا عليه في المجلس السابق وشرحناه بالتفصيل. نقف الآن إن شاء الله في هذا المجلس عند بقية هذه الآية المباركة وما فيها من فوائد عظيمة. بعد من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ما بين أيديهم أي في الدنيا، وما خلفهم يعني ما غاب عنهم في الآخرة. كم في هذا الوجود من غيوب مستورة، علمنا فيها محدود، والله قد أحاط بكل شيء علما. كم على وجه الأرض من أشجار، وكم على هذه الأشجار من أوراق، من أحصى عددها؟ من أحصى نظرات العيون؟ من أحصى قطرات الرماء، قطرات الماء والمطر؟ من أحصى ذرات الرمال؟ من أحصى أنفاس الصدور؟ وأنه أحصى كل شيء عددا. فربنا جل وعلا علمه مطلق، علمه محيط، الله سبحانه وتعالى علمه كامل. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. حتى في الدنيا بعض الغيوب نحن لا نعلمها. في آية عجيبة في سورة طه: يعلم السر وأخفى. هل هناك ما هو أخفى من السر؟ السر شيء خفي، والصدور قبور الأسرار، لا يعلم سر الإنسان إلا الإنسان. طب ما هو أخفى من السر بقى؟ قالوا سر يكون في حياة الإنسان بعد سنين، هو الآن لا يعلمه، صاحب السر نفسه ما هو دريان به، لكن سيكون في حياته السر بعد سنين. الله يعلم هذا السر الخفي الذي خفي عن صاحبه ذاته. كم علم الله تبارك وتعالى محيط. احنا عندنا أسرار ساعات ما نطلعها لحد، السر احتفظ به لنفسي، لا لأولادي ولا لزوجتي ولا لصديقي، خلاص بيني وبين نفسي. الله يعلم هذا السر، وما سيكون في حياتي من أسرار عند الله مكشوف، عند الله علانية، فلا تخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء. في الحديث لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي مع أبي ذر رضي الله عنه، فوجدوا شاتان تنططحان، معزتين بيتخانقوا مع بعض، فقال يا أبا ذر أتدري فيما تنططحان؟ عارف إيه المشكلة اللي بينهم عشان كده بينطحوا بعض وضربوا بعض؟ قال لا أدري يا رسول الله، لا أعلم. قال ولكن الله يعلم، وسيبعثهما يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. حتى مشكلة بين معزتين وبين خروفين وبين شاتين وبين حشرتين أو دودتين، يعلمها الله جل وعلا.
ويوم القيامة يكون القصاص بين هذه الدواب. شوف عدل ربنا المطلق، وبعد القصاص الله يقول لهذه الدواب كونوا ترابا. الكافر لما يشوف المشهد ده، ان المعيز والحشرات والدواب كل ده بقى تراب، يتمنى يوم القيامة لو كان معزة ولا نملة يدس عليها. يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، عندما يرى ان القصاص انتهى على كده والمسألة انتهت على كده، فحينئذ يتمنى ان يكون ترابا لما يرى من هول الحساب وهول يوم القيامة، نسأل الله العافية. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الإحاطة الإدراك من كل جانب، ومعنى كلمة علم أي إدراك الشيء على حقيقته كما هو، هذا معنى العلم. والعلم هنا في الآية تأتي بمعنى صفة لله عز وجل، أي علم الله، أو بمعنى معلومه. فلا أحد يحيط بمعلوم الله، ولا أحد يحيط بعلم الله، ولا أحد عنده من العلم إلا إذا أعطاه الله جل وعلا هذا العلم. الإحاطة هي الإدراك من كل جانب. علم الإنسان محدود، إذا علم شيئا من جهة غابت عنه أشياء، فعلم الإنسان محدود، وعلم الله تعالى بلا حدود. الله يفتح على الإنسان بشيء من علمه سبحانه وتعالى، شيء. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. علوم البشر كما في حديث صحيح البخاري، ما كان بين الخضر وبين موسى عليه السلام في السفينة عندما رأى عصفورا نقر البحر، قال ما علمي وعلمك إلى علم الله إلا كما نقر هذا العصفور في ذلك البحر قطرة من بحر. وعلومنا دي كلها هي من عند الله عز وجل. فالإنسان ليس ذاتي العلم، وإنما العلم موهوب من الوهاب جل وعلا. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. كم في هذا الكون من أسرار مخفية الله جل وعلا يكشفها للإنسان فترة بعد فترة، بل بعض الأمور نصل إليها بمقدمات، زي الطالب في المدرسة يدوله مسألة حسابية معطيات وفي مطلوب عشان يوصل لنتيجة، فالإنسان يأخذ بالمقدمات والأسباب ليصل إلى نتائج. أحيانا رب العزة له في الكون أسرار نحن نستفيد منها لكن دون أن نعلمها، فيأتي في علم الله موعد لكشف هذا السر، فيعتبر ميلاد سر في علم الله. الله يطلع عليه بعض خلقه لحكمته سبحانه وتعالى، حتى على عن طريق الصدفة كما يقولون أو الخطأ، وليس في كون الله صدفة، وإنما هو قدر الله في علم البشر بهذا السر في ذلك الوقت. هذا ميلاد سر في علم الله. وده إعجاز حرف السين في هذه الآية، سنريهم، حتى ما قالش سنريكم، معظم المخترعات جاءت على يد غير المسلمين إتماما للحجة. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. إذن لا نعلم الغيب إلا الله. والغيب له طريقين، إما أن يكون فضل جود بلا مجهود من الله جل وعلا، إن رب العزة يأذن بميلاد هذا السر فالإنسان يعلمه، زي ما يكون واحد بيعمل تجربة في المختبر فأخطأ فوصل لنتيجة عن طريق قدر الله عز وجل، فهو بيعمل حاجة وصل لحاجة تانية، أو عمل تجربة خطأ وصلته النتيجة أحسن وأفضل مما كان يبغيه، زي ألكسندر فيليمينج لما كان في المختبر وبيحضر بعض أنواع من البكتيريا. البكتيريا فيها نوعين، فيها نوع كريات صغيرة وفيها نوع عصيات صغيرة أيضا، الكريات والعصيات. فهو عمال يحضر هذه البكتيريا في أطباق، الشباك مفتوح، فدخل بعض الهواء وبه غبار، الغبار ده كان فيه عفن فطر جه على الطبق ده، فجه بيبص على بالميكروسكوب على البكتيريا اللي زرعها، لا مش موجود، ولقى العفن ده، فجه حلل العفن ده، طلع ان العفن ده اسمه تسموه بعد كده بنسلين. البنسلين ده كان هو بداية اختراع المضاد الحيوي الذي جعله الله تعالى سببا لشفاء من كثير من الأمراض إلى يومنا هذا. لا نستطيع أن نتعامل في عملية جراحية ولا شق بطن ولا إلى آخره إلا بمضادات حيوية. البداية كانت قدر من ربنا سبحانه وتعالى. أرشميدس صرخ في يوم من الأيام قال وجدتها، إيه اللي وجدتها؟ قانون الطف والكتلة بالنسبة للأجسام، ما تيجي تجيب مسمار تحطه في البحر بينزل للقاع، لكن سفينة فيها مئات وآلاف الأطنان من الحديد
وتحمل ما تحمل من بضائع وتريلات وسيارات وبشر وأمتعة ولا تغوص في البحر. هذه كلها من قانون الطفو الذي علمه الله تعالى للإنسان. نيوتن برضو لما وقعت عليه التفاحة قال وجدتها، قانون الجاذبية. ما احنا كنا بنستفيد بقانون الجاذبية وقانون الطفو، ولكن دون أن نعلم هذه الأسرار حتى أظهرها الله تبارك وتعالى لبعض عباده. فالعباد لا يحيطون بعلم الله، الله جل وعلا هو الذي قد أحاط بكل شيء علما ولا تخفى عليه خافية. وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع أي أحاط. الكرسي غيب نأخذه في إطار ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو مخلوق. الكرسي معروف موضع القدمين، والكرسي أمام العرش، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة في فلاة. بل كل ما وصل إليه علمنا الآن من رؤية في هذا الوجود لا يعتبر شيء بالنسبة للغيب والفضاء الواسع. القمر ده يعتبر تابع من توابع الأرض، القمر تابع من توابع الأرض، المسافة بيننا وبينه تعتبر بسيطة إلى مسافات أخرى. الشمس من النجوم القريبة إلينا، المسافة بيننا وبينها 93 مليون كيلو متر. يوصل ضوء الشمس إلينا في 8 دقائق وتلت، لبعد هذه المسافة. فلما وجدوا المسافات بعيدة لا تقاس بالكيلومتر ولا بالأميال، وضعوا وحدة قياس اسمها سنة ضوئية. الثانية الضوئية تساوي 300 ألف كيلومتر. 300 ألف كيلومتر المسافة بتسمى ثانية ضوئية، ما بالك بقى بالسنة الضوئية. أقرب النجوم اللي احنا نقدر نشوفها لامعة في السماء نجم اسمه الشعرة، بيوصل الضوء بتاعه في 9 سنوات ضوئية. شوف بقى 9 سنوات ضوئية، والثانية الضوئية 300 ألف كيلومتر. وفي بعض النجوم ما يعرفوش أسماءها لكن الضوء بتاعها ساري في الفضاء بيوصل إلينا خلال 50 سنة ضوئية. وفي بعض النجوم وجدت في هذا الوجود وأرسلت ضوءها إلينا والنجوم دي تلاشت ما عادتش موجودة، لكن الضوء لازال موجود. قالوا هذا الضوء منذ آلاف السنوات الضوئية. كل ده وإحنا ما طلعناش برا السماء الدنيا، كيف السماء الأولى وكيف الثانية وكيف الثالثة. وكل هذا المخلوق، المخلوقات، الكرسي أحاط بها. كيف بالعرش؟ كيف برب العرش جل وعلا؟ كيف بعظمته سبحانه وتعالى؟ وهناك 8 من الملائكة حملت العرش، 4 منهم يقولون سبحانك اللهم على حلمك بعد على عفوك بعد قدرتك، سبحانك اللهم على حلمك بعد علمك. هذا من تسبيح الملائكة حملت العرش يسبحون بحمد الله تبارك وتعالى. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يثقله حفظهما، وهو العلي من العلو. الله تبارك وتعالى لا يدانيه شيء، والله أعلى من كل شيء، وهو العلي العظيم. عظمته سبحانه وتعالى وكبرياؤه هي لجميع المخلوقات وفوق جميع المخلوقات. وجاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تبارك وتعالى يقول العظمة إزاري والكبرياء ردائي، من نازعني واحدا منهما قصمته ولا أبالي. آية الكرسي من قرأها في ليلة لم يمسه شيطان حتى يصبح ولا يزال عليه من الله حارس إذا قرأها في ليلة من الليالي قبل أن ينام. سورة عظيمة فيها من أسماء الله الحسنى الكثير، فالله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى. والتدبر في القرآن الكريم يعطي للإنسان أسراره ومنافعه. هذه الآية احرصوا عليها وداوموا على قراءتها خاصة قبل النوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رغب في ذلك في حديث أبي هريرة عندما كان يحرس مال الصدقة، فجاء سارق ليسرق 3 أيام يقول له اتركني ولا أعود، وبعدين في المرة الثالثة لما شدد عليه قال اتركني أعلمك شيئا ينفعك، إذا أردت أن تنام فقرأ آية الكرسي فلا يزال عليك من الله حافظ أو حارس ولا يمسك شيطان حتى تصبح. لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال تدري من تخاطب منذ 3 يا أبا هر؟ قال لا. قال ذاك شيطان، أما إنه صدقك وهو كذوب. شوف من صحة البيئة ووجود الطاعة ونور الطاعة أصبحت الشياطين بتنطق بالخير كمان وتعلم الخير، وهي التي لا يأتي منها أي خير.
لأن البيئة كلها أصبحت منورة بالطاعات والأعمال الصالحة وذكر الله وتلاوة القرآن والورع والتقى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا ببركة القرآن العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.